السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، شوفوا انتبهوا لهذه النقطة، هي نقطة مهمة جدا. في بعض الأحيان أنت تكون تفحص في الخلية تاعك، والخلية هذه أنت راك عاطي لها تغذية كوندي ولا عجينة بروتينية، المهم تكون عاطي لها عجينة. فأنت راح تنحي الغذاية، راح ترفعها من فوق الصندوق وتحطها في الأرض، وراك تفحص في الخلية تاعك. ورد بالك تخلي الغذاية معرضة لأشعة الشمس، راح تأثر هذه الحرارة بشكل مباشر على النحل اللي راه ياكل هنايا في الغذاء، وراح يموت اختناقا مباشرة في، ربما إذا كان الجو سخون يعني فوق 22-23 درجة، وتحطها هكذا في الشمس ما زوج دقائق ثلاثة يموت النحل كامل هذا اللي راه ياكل هنايا في أمان وسلام، كامل يموت. لذلك فعندك زوج خيارات، إما تحط تخلي النحل تاعك ياكل هكذا وتحط الغذاية في مكان فيه الظل، ولا تغطيها بالغطاء تاع الخلية، ولا تنفخ بالدخان نفخة خفيفة فقط بدون أن يختنق هذا النحل، تنفخ عليه بالمدخنة تخليه يخرج من الكيس تاع التغذية، وراك تخدم وتفحص في الخلية تاعك عادي. ردوا بالكم خاوتي، راهي هنايا مثلا راهي كاين حوالي 300 ولا 400 نحلة، الله أعلم ممكن هكذا قد تنقص أو تزيد، راهي تاكل في الغذاء، تخيل تغفل عليها زوج دقائق ثلاثة في تحت الشمس تصيبها ماتت. وأعتقد أنه كاين ناس اللي صرات لهم هذا الخطأ. أنا نحاول ننبهكم من الأخطاء اللي وقعت فيهم أنايا باش ما توقعوش فيهم نتوما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.